السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت المديرية العامة للتدريب في وزارة الدفاع الحالية عن التحاق 500 عنصر من ميليشيا الحشد في الكلية العسكرية الدورة الرابعة التابعة لوزارة الدفاع في محافظة ذي قار، بعد أن انطبقت عليهم الشروط المطلوبة لدورات الضباط، وهنا يطرح تساؤل بشأن هذه الشروط. قالت المديرية في بيان أن الدورة الأولى لضباط الحشد ستستمر لمدة 6 أشهر، وسيتلقى فيها المتدربون أنواعا مختلفة من التدريبات المشابهة لتلك التي يتلقاها نظراءهم في وزارة الدفاع، وبعد انتهاء الدورة سيتم منح المتخرجين من الدورة رتبة ملازم بمرسوم جمهوري. سنشاهد الآن المقطع الآتي مشاهدينا الكرام للحظة التحاق الوجبة الأولى من ميليشيا الحشد، والذي أثار ردود فعل كثيرة بشأن طبيعة هذه الشروط التي قبل على أساسها عناصر هذه الميليشيات في الكلية العسكرية. لنشاهد. صاروا جيش، كانوا فتوى، ولدنا ضباط الحشد الدورة الأولى، عياد سومر معسكر تدريب الرابع، ولدنا بعد ضباط منه هيج، يزداد الانضباط بعد. نعم، ننتقل إلى مقطع آخر في نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. عد مدونون هذه الخطوة هي ترجمة فعلية لفكرة الضباط الدمج التي تأسست بموجبها القوات الحكومية بعد عام 2003 حينما كانت نواتها الأولى من الميليشيات، بينما استغرب آخرون عن حاجة البلاد لمثل هذا النوع من الضباط الدمج في وقت يفترض وجود مؤسسة عسكرية تخرج الضباط وفقا للسياقات المتبعة. وصف مدونون آخرون هذا الأمر بالتطور الخطير الذي يهدف إلى ضرب المؤسسة العسكرية الحكومية والدولة والشعب العراقي بالكامل، والتحضير لخلق حاضنة عسكرية موالية للنظام في إيران رديفة للقوات الحكومية التي تدين بنسب متفاوتة أقل بالولاء لهذا النظام. دعونا الآن نشاهد مقطعا آخر لالتحاق عناصر ميليشيا الحشد قبل استعراض تغريدات بشأن هذا الموضوع. اليوم متواجدين في محافظة ذي قار من أمام مبنى قيادة عمليات سومر، التحاق الوجبة الأولى من أبطال الحشد الشعبي دورة الضباط، الوجبة الأولى الدورة الأولى في محافظة ذي قار، التحاق إلى قيادة عمليات سومر. دعونا مشاهدينا الكرام نستعرض بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع. لدينا تغريدة من محسن سليمان يقول: مخطط مستقبلي لإعدادهم حتى يكونوا بديلا للجيش وكل الأجهزة الأمنية الأخرى. محمد سومر يقول: وأيضا ينظمون دورات للمهندسين لتدريبهم على الطائرات المسيرة في إيران. لدينا الألماني يقول: هو الحشد النسخة الثانية من الحرس الثوري. ضمن التغريدات أيضا دكتور فراس يقول: العراق يعد الآن ليكون جزءا من نظام إيران، ويعد لإنشاء جيش عقائدي ولائي لإيران، وأن لم يصح الشعب العراقي للانقلاب على كل المؤسسات الحكومية والمرجعية لن تقوم قائمة للعراق. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الثاني لدينا، لا يبتعد كثيرا عن الموضوع الأول، ملف السلاح وفوضى السلاح في العراق والنزاعات العشائرية، حيث تتواصل المعارك شبه اليومية في مناطق شرقية العاصمة بغداد بسبب العجز الحكومي عن وضع حد لهذه الفوضى الأمنية. عادة ما تجري هذه النزاعات تحت يافطة النزاعات العشائرية التي تقف خلفها عصابات الجريمة المنظمة والميليشيات وتجار المخدرات. طبعا هذا الموضوع يقود إلى إثارة الفوضى ونشر الرعب بين
الشعب العراقي في مدينة الصدر. اندلع نزاع عشائري واستمر لساعات وسط غياب تام للقوات الأمنية كما سنشاهد في هذا المقطع. هاي ب23 صبر قناص المدينة. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، وننتقل أيضا من العاصمة بغداد إلى محافظة ديالى، حيث انتهى فصل عشائري بين عشيرتين متنازعتين وتحول إلى فوضى تخللها إطلاق نار متبادل بعد اختلافهما وعدم وصولهما لاتفاق على الصلح فيما بينهما. يظهر المقطع جانبين من الانهيار الحاصل في العراق، إذ سبب من جهة أو هناك تسيب من جهة، وهناك غياب للقضاء واحتكام المتخاصمين للعرف العشائري، فضلا عن فوضى السلاح وغياب الرادع الحكومي لوضع حد لهذه الفوضى الأمنية. دعونا نشاهد. وإذا جاي يستعرض عليها نتوكل بالله ونخليها بيد العيال. لا شبابنا شبابهم بالشارع، خليها شيل عم السلاح بالشارع، شيل عم السلاح بالشارع، جاي هذا عليك. انت جاي تظلم هم جاي عليكم، جاي عليكم عبد الحجة، والله هو ما جاي عليكم. النزاعات العشائرية والانهيار الأمني لا يقف عند هذا الحد. إلى ناحية ربيعة التابعة لمدينة الموصل شمال العراق، يبدو أن صوت الرصاص أقوى من أي صوت آخر، حيث أقدمت قوة من الجيش الحكومي على إطلاق النار باتجاه جماهير فريقين شعبيين كانا يخوضان مباراة ضمن بطولة شعبية لكرة القدم، بعد اندلاع شجار فيما بين الفريقين، لتكون الصورة كما سنشاهد الآن قبل الانتقال للتعليقات. لا نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات. لدينا تعليق من أبو محمد المحمداوي يقول: هذا استهتار واضح من قبل عناصر الجيش، أين يذهب كل هذا الرصاص؟ هناك 100 طريقة لتفريق الناس، فيجب على الجهات المعنية محاسبة هؤلاء. تعليق من كاظم العلوان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مو لعب، معركة، عم اتق الله. أبو هلال يقول: هذه رياضة تعتمد على الروح الرياضية وليس العكس على القتال، إنها ساحة لعب لكرة القدم وليست ساحة ميدان لتصفية الحسابات، هداكم الله لطريق الصواب. ولدينا تعليق من رشيد يقول: كرة القدم بالعراق بكل أحوالها نرمي لها طلق، سواء فزنا خسرنا تعاركنا. معنا مشاهدينا الكرام السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة لل
دخول دورات الحشد الشعبي بدورات لتأهيلهم كضباط، هذا احنا ما نستغربه ولا نتعجب من عنده، لأنه هو استنساخ التجربة الإيرانية بالعراق. يردون يعني كونون جيش ولائي عقائدي، يكون ولاء للمذهب ولاء للشخص اللي يعني يكون مؤمن بالنصائح مالته بالفتاوى مالته، فهو هذا تحويل الجيش العراقي الى هذا النوع او هذا الصنف، وهذا صراحه راح يجيب الويل للبلد. فانا اقول اللي يفضل المذهب على الوطن فهذا ابد مو انسان واعي، لانه طيب. سؤال سيد عبد الرزاق، سؤال لانه احنا اللي يأيدون الحشد وهاي الميليشيات قليل ما يظهرون لانه حجتهم ضعيفه، فاحنا نسال متصلين بشكل مستمر حول هذه التساؤلات. ذولا اللي ينضمون الان الى الكليه العسكريه مقاتلي هذه الميليشيات، ولاءهم دائما او التعليمات اللي ياخذوها تاتي من قياداتهم المباشره، قيس الخزعلي، هادي العامري، اكرم الكعبي، هذه النماذج وهذه الاسماء الموجوده زعماء الميليشيات. ترى هل بعد تخرجهم من الكلية العسكرية سيطيعون أمرا واحدا يصدر من محمد الشيع السوداني؟ يعني إذا طلبهم أنه يقعدون بالبيت راح يقعدون بالبيت؟ أستاذ محمد، دولة على سبيل الافتراض وخذها من عدي، نعم، لو صارت حرب بين إيران والعراق لهم يوقفون بجانب ايران. فاخي اليوم شو اسمه الحشيد وهذه معروفه لا لايران. يخطر ببالي اكو قول الامام علي السلام الله عليه يقول ويل لامه ما لها بيد بخلائها وقادتها جهالها. فاليوم اللي يقودون البلد يا اخي مو ناس وطنيين، دول جهال بكل شيء، بالسياسه جهال، بالقياده جهال، ولانه ولائهم للغير وطنهم. اذا كانوا هم عراقيين يعني اقول ولا غير وطنهم، اذا كانوا بس انا استبعد هم يكونون عراقيين ووطنيين، لانه العراقي الوطني ما يبيع وطني اخ مهما. طيب تكون. طيب سؤال ثاني، سؤال ثاني سيد عبد الرزاق، واريد منك اجابه على السريع لو سمحت. شنو الحاجه لادخال هذه الميليشيات بالكليه العسكريه؟ الا يوجد جيش نظامي المفروض في العراق؟ الا توجد كليه عسكريه وفق شروط وضوابط معينة تقبل الضباط أو تقبل الطلبة الذين ينوون الدخول إلى هذه الكلية للتخرج ليصبح ضابط فيما بعد؟ ما الداعي لإدخال هذه الميليشيات إلى الكلية العسكرية ويكونون قوة ثانية موجودة على جنب تأخذ الرتب وتأخذ الامتيازات وغيرها، ولكن لا تتبع القائد العام بأوامره، يعني لا تطيع القائد العام؟ فما الداعي إلى وجود هذه القوات في حين أكو شرطة وأكو جيش وغيرها؟ شوف أستاذ محمد، إيران تعتبر العراق محافظة من محافظاتها، خلينا نكون صريحين وواقعيين. إيران ما تعتبر بالعراق كدولة لها سيادتها ولها استقرارها، لأنه هو رئيس الوزراء، رئيس الوزراء هو معتبرته كمحافظ، فكيف إذا جيش؟ حتما، لأنه يقول لك أنا أريد احصن شو اسمه الجبهه مالتي الاماميه، واريد يعني اوسع امتدادي داخل الدول العربيه، فتخلي العراق يعني من يعني تكون الحشد وغيره حتى طيب. تضمن استغلالها للدول العربيه. شكرا جزيلا، نعم وصلت الفكره سيد عبد الرزاق من بابل، انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من ملفات وننتقل الى محافظه البصره، إلى ملف انهيار البنية التحتية. اليوم سنخصص هذا الملف لمدينة البصرة التي طالما يتبجح محافظها أسعد العيداني بأنها مدينة تنافس مدن الخليج من ناحية العمران، خصوصا مع الدعاية التي روجها الإعلام الحكومي خلال بطولة كأس الخليج العربي 25 في مدينة البصرة. دعونا نشاهد كيف غرقت شوارع هذه المدينة اليوم بمياه الأمطار في اللقطات المصورة بطائرة الدرون. كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، شوارع عبارة عن أنهار، عن أنهار تسير فيها هذه السيارات
كثير من أصحاب السيارات لا يستطيعون قيادتها في هذه الطرقات الغرقة حقيقة، لأن سياراتهم لا تستطيع التعامل مع هذه الكمية الكبيرة من المياه. قد يقول البعض مدن الخليج يصير بها فيضانات، نعم تحدث بها فيضانات، ثم انظر بعد دقائق إلى الفيضان وانظر إلى المياه أين ذهبت وكيف تصرفت، لكن في العراق تبقى راكدة في الشوارع لأنه لا توجد بنية تحتية، لا توجد مجاري لتصريف هذه المياه، لا توجد استفادة من مياه الأمطار، وتذهب هذه المياه البركة السماوية تذهب هدرا دون الاستفادة منها. ننتقل وإياكم إلى مقطع آخر بنفس الموضوع، نقترب أكثر بعد هذه الصورة وندخل المنازل التي حاول أسعد العيداني وحكومة بغداد عزلها عن العالم عبر جدار إعلاني وصفه أهل البصرة بجدار العار. دعونا نشاهد كيف انهارت عدة منازل ودور عبادة قديمة بسبب الإهمال الحكومي والفقر المدقع الذي تعيشه المدينة وسكانها. لنشاهد. كله ماكول يا حد يشوفه شو ها ماكول. طبعا الى اشقائنا العرب الخلائجه، الى من زاروا العراق، الى من زاروا محافظه البصره، البصره ليست الملعب فقط وليست بعض مضايف الشيوخ الاثرياء، البصره هذه، وسترون الان نماذج كثيره عن هذه البصره التي يحاول هذا المحافظ تجميل صورته عن طريق عكس صورة مغالطة للحقيقة. نذهب الآن إلى دوائر الدولة في محافظة البصرة التي نخرها الفساد الحكومي، حيث أظهرت لقطات من إحدى الدوائر الحكومية اختراق مياه الأمطار لسقوفها في مشهد يبين حقيقة الأمر وتناقض الصورة بين الواقع وبين ما تصوره الآلة الإعلامية الحكومية. لنشاهد. فهاي بلدية البصرة قسم الواردات الذاتية، شوفوا صار الشاط كل شي غرقنا، شوفوا حتى بريدنا نقع، واو بهالبريد ليس ما ناشف، الماي كلش خبطت بالماي. هاي بلدية البصرة المسؤولة عن الخدمات والبنية التحتية في المحافظة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر من محافظة البصرة، الطريق إلى جامعة البصرة هو الآخر غرق بمياه الأمطار، وتسببت تلك المياه المتجمعة في الشوارع في معاناة كبيرة لطلبة الجامعة بعد أن فشلت حكومات ما بعد الاحتلال ببناء شبكة صرف نموذجية في المدينة طوال عقدين من الزمن. دعونا نشاهد. من بصرة الفيحاء وبالتحديد جامعة البصرة، هذه جامعة الإدارة والاقتصاد، جامعة عريقة تضم أقسام وتضم جامعات، هذا وضعها. شوف طلابها أخواني الأعزاء، شوف الطلاب شلون تعبر خطية، بالتالي لازم تطمس بالماي حتى تعبر على السايد الثاني داخل جامعة البصرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل الإخوان اللي مسؤولين تجاه هذا الوضع، يعني هذا وضع، أسألكم بالله هذا وضع. الموضوع لا يقف عند هذا الحد والمقاطع كثيرة. طلاب المدارس ليسوا بأفضل حال عن أقرانهم في الجامعات، إذ أظهرت لقطات مصورة حال الطلبة وهم يخوضون البركة الطينية خلال خروجهم من مدارسهم بسبب عدم تعبيد الطرق المحيطة بها. وتخيلوا أن هذا المشهد من مدينة تنتج يوميا أكثر من أربعة أو تسهم أو تساهم في إنتاج أكثر من 4 برميل من النفط، فضلا عن واردات الموانئ والمنافذ الحدودية. لنشاهد. يا شار بتفق صارك بصور هذا، شوف شوف عادي نستمر. البصرة فيها الكثير مشاهدينا الكرام.
نبقى في المدارس، حيث أظهر مقطع مصور انهيار أجزاء من سقف مدرسة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، بالرغم من التحذير لأكثر من 3 سنوات بأنها آيلة للسقوط وسط تجاهل الحكومة لأرواح الطلبة. ويبدو أن بطولة الخليج العربي وما رصد لها من مليارات أهم من أرواح طلابنا الصغار، في وجهة نظر أو من وجهة نظر أسعد العيداني. لنشاهد. المدرسة الشهيدة عون أبو المكارم اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني، وهذا حال مدرستنا واحنا بسنة 2023. نحمد الله ونشكره انه اليوم الطلاب شوي تأخروا بالدوام بسبب الأمطار، واللي اليوم داومين هم كان صار عندنا غدر، هم خسرنا لنا 1 أو 2 من التلاميذ. اعتقد هاي المدرسة صار 3 سنوات و4 كاتبين بيها انه مدرسة هائلة للسقوط وما نقدر نداوم بيها، لكن الحمد لله اي اجراء قانوني او اي اجراء من قبل التربية ما صار بحقها، واحنا نخاف باكر عقب نخسر لنا 1 من التلاميذ. هاي الوضعية واحنا بسنة 2023 وسقف المدرسة يخر علينا وجاي يطيح شيء ورا شيء من السقف. نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. كاميران أبو أحمد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ظلم الشعب العراقي وسرق من أمواله وخيراته وخان بلده وشعبه. منتظر الربيعي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، مثل ما تهيأت الخليج 25 قبل شهرين أو أكثر كان تأخذون احتياط والناس ناشدوا قبل 2 أو أكثر. تعليق من نافعة تقول: ملتهين بالبوق خالي، وإذا ما كان المدرسة زين يأخذوها استثمار أو ساحتها للاستثمار. وعبد الرحمن يقول: لو من الفلوس اللي صرفوها على خليج 25 شوية للمدارس ياهو الأولى. سؤال يطرح عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، وطبعا هذا الكلام إلى أشقائنا العرب الخلايجة اللي نورونا في العراق، لا يختلف أحد ولا يزاود أحد على كرم العراقيين وحسن استقبالهم لضيوفهم، ولولا الظروف الصعبة لكانوا قد قدموا المزيد. لكن هناك بعض المغالطات وهناك بعض التشويه للحقائق تتعمد الآلة الإعلامية الحكومية وأسعد العيداني وإدارة محافظة البصرة على إبرازه للضيوف الكرام لأبناء الخليج لتغطية الفضائح الموجودة. هذه هي البصرة. البصرة ليست كما قلنا ليست ملعب كرة قدم جميل، وليس محيط الملعب، وليست بعض المطاعم، وليست بعض الكافيهات أو بعض المضايف لبعض الشيوخ الأثرياء. البصرة فقراء، البصرة فيها سرطان، البصرة فيها مخدرات، البصرة فيها ميليشيات. عندما سترحلون وستخرجون من العراق بعد انتهاء البطولة سيتوحشون على أبناء المحافظة، سيستمر النهب والسلب والسرقة وتدمير البنية التحتية أكثر، سيستمر الفساد، ستستمر المخدرات بالانتشار. البصرة ليست فقط هذه البطولة وليست المناسف والقوازي الموجودة والمنتشرة على الموائد، البصرة فيها مصائب كثيرة مثلها مثل بقية المحافظات العراقية. عدي من واسط، تفضل يا عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أستاذ العزيز؟ حياك الله، أهلا وسهلا. عاش العراق وعاش العراق وعاش العراق. نعم. العراق أصبح يتيم ما له أب. نعم. العراق أصبح درام. العراق صحظ العراق اسم عراق بس هذا ما له. بس نقول احنا ورد حسبي الله ونعم الوكيل سوى بينا سوى يعيش. طيب بس نعم سيد عدي، نعم حتى ندخل، بس لو سمحت اريد منك تعليق على المواضيع. محافظة البصرة، نعم، بنوا سور اعلاني، جدار اعلاني حتى يغطون الفضائح، حتى يغطون البلاوي، سيطروا على الميليشيات وتجار المخدرات شوية حتى بس هاي البطولة تمشي على خير وصورتهم تطلع بشكل افضل. تعليقك على اللي دي يصير بمحافظة البصرة، هل البصرة هذا الملعب وبعض بعض المناطق الترفيهية الموجودة اللي دي تحاول الآلة الإعلامية تصورها لو البصرة بها حقيقة ثانية؟
استاذ العزيز. نعم. هي مو بس البصرة. من الشمال للجنوب، من الجنوب للشمال. كلها تربوها. نعم. لا خلوا مدارس. لا خلوا مستشفيات. لا خلوا دوائر. لا خلوا مصانع. كلها نهوها ليه. هي الحشيشة والمخدرات هي شركة. هاي لهو بها الشباب. لهو بها العراق. نعم. يعني كل شيء ما خلوا بالعراق. خلوا بس اسم العراق. الشاب الشاب خلوا يلتهي بالموبايل التكليم. الشاب اللي قبل كان الحديد الحديد يعوجة. هسه تجي على الشاب ما بي. سيد عدي سؤال سريع لو سمحت اريد منك اجابة مباشرة عليه. هاي الفلوس واحد سأل من الأخوة اللي علقوا على هذه المشاهد اللي تبين سقوط بعض السقوف الخاصة بمدارس، يقولون بدل ما كان يصرفون هاي الأموال على بطولة كروية ليش ما كانوا خصصوا جزء من هذه الأموال لإعادة تهيئة المدارس وبناء مدارس جديدة والاهتمام بالشوارع والبنية التحتية؟ رحم الله والديك. يا تهيئة بالعراق، يا مدارس بالعراق، يا مستشفى بالعراق. نعم. العراق أصبح بقرة حالوبة اللي خلتها غير جهة. العراق ما مستفر كل شيء بعد العدة. نعم. العراقيين أصبح ماكو. بس الله ممكن. بس سبحانه وتعالى. طيب. اللي خلصنا من دولة. شكرا جزيلا سيد عدي من واسط، أشكرك للمشاركة. طبعا هناك ملاحظات مشاهدينا الكرام ووجهات نظر مختلفة بشأن عربة التوك توك الموجودة والمنتشرة في محافظات عراقية مختلفة. منهم بعض العراقيين يقول بأنها ظاهرة غير حضارية، غير لائقة، غير جميلة، تشوه من صورة الشوارع، تسبب المشاكل خاصة بسبب بعض المخالفات التي يرتكبها بعض سائقي التوك توك. هناك جزء آخر يقول بالعكس، قدمت خدمة إلى العراقيين، أنقذتهم من بعض الحاجة إلى التاكسي أو في الأسواق أو في الشوارع الداخلية. هذه العربات موجودة يسترزق منها أصحابها وتعينهم على يعني إعانة عوائلهم، وطبعا هي في المقابل أيضا تقدم خدمات إلى بعض المواطنين. جميعنا يتذكر الدور البطولي لسائقي عربات التوك توك إبان ثورة تشرين، وجلهم من الطبقة الفقيرة التي تسترزق اعتمادا على العمل بهذه العربة رخيصة الثمن نسبيا. لكن هؤلاء السائقين أصبحوا في الآونة الأخيرة عرضة للملاحقة القانونية بذريعة ترخيص عرباتهم وفرض غرامات كبيرة عليهم، فضلا عن ممارسات شرطة المرور ضدهم، ممارسات فيها مخالفات، فيها اعتداءات بالضرب كما يقولون. في هذا السياق أظهر مقطع مصور اعتداء القوات الأمنية على شاب من مدينة الصدر أثناء حجز مركبته التوك توك في مشهد بات يتكرر بشكل كبير مؤخرا. دعونا نشاهد. في ذات السياق مشاهدينا الكرام، أدانت نقابة سائقي التوك توك الاعتداء على سائق توك توك في بغداد في تقاطع الكندي من قبل أحد رجال المرور بقاطع مرور النهضة، وعلى أثر ذلك شكلت مديرية المرور مجلسا تحقيقيا وأوعزت بمحاسبة الضابط بعد أن تعاطف رواد التواصل الاجتماعي مع سائق التوك توك. دعونا نشاهد كيف تعامل شرطي المرور مع سائق التوك توك في المقطع الآتي. بعض المرور شان يضرب التيك توك. بعدان لبوكسي أطبع حمد يحمي هم التيك توك. لا حول الله، هاي الفضل. شوف والله بوكسي أدامي ويلة بالتيك توك. لا استاذ من رخصتك راح يموت الولد معود. اختنك الولد اختنك. هو يروح وياك.
ترى هل يوجد في القانون ما يبرر هذا الاعتداء؟ طيب ما هو دور القانون إذن؟ إذا كان هناك مشكلة أو إذا كانت هناك مشكلة بين الطرفين، ألا يجب الاحتكام إلى القانون؟ ألا يجب أن يكون هناك سياق متبع من قبل الأجهزة الأمنية في التعامل وفق القانون ووفق لوائح معينة وأطر معينة وسياقات معينة من أجل التعامل مع من يخالف القانون أو من تعتقد الحكومة أنه يثير مشكلة أو شغب أو غيرها؟ دعونا ننتقل إلى التعليقات مشاهدينا الكرام بهذا الموضوع. أبو سجاد يقول: والله لو هاي التوك توك مال واحد بالميليشيات لو السرايا كان من دقيتو بي. أبو بشار يقول: أسلوب غير حضاري وتصرف فردي غير لائق، أبو التوك توك عراقي مجبور على عمل التوك توك لأن هاي الحكومة ظلمت الشباب بدون فرص عمل. محمد حسين يقول: والله المواطن انهان بعقر داره، الشرطة أصبحت سيوف على رقاب الشعب، فساد، مخدرات، رشاوة. خالد يقول: وين وزير الداخلية من هذا الفعل الجبان؟ يجب أن يحاسب أبو المرور ويطرد من الخدمة. معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، حياك الله أبو عمر، تفضل. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة للموضوع الأول، تدخل الميليشيات في ضباط القوى الكلية العسكرية، احنا نعرف العراق اللي كان قبل 2003 انه كان الجيش العراقي من أقوى الجيوش في العالم، يعتبر الجيش الثالث بالعالم بقوته وشراسته وانتصاراته، اللي كان اللي يحقق الانتصارات اللي في عهود السابقة، فإله كان دور يعني بالعالم ومعرفة إنه الجيش العراقي أو الجندي العراقي إله قيادة وإله ناسه وإله لياقته وإله حبه ولاء للوطن وإله من يقاتل يقاتل يعني بشجاعة وبإخلاص. وكان عندنا ضباط قادم متخرجين من كلية العسكرية وقادم متخرجين إنه يعتمد عليهم دورات يعني من دول يعني من اليمن والأردن ويعني كافة الدول، من كان يجون الكلية العسكرية العراقية هنا كان يحطون شهادة وكان لهم فخر. طيب هاي الصفات يعني. هاي الصفات يا أبو عمر، هل توجد حاليا ضمن هذه العناصر التي دخلت الآن إلى الكلية العسكرية من ميليشيات الحشد؟ وهل توجد أصلا في كل المؤسسة العسكرية الحكومية أم في جزء أو بعض من هذه الأفراد أو العناصر التي تنتمي إلى هذه المؤسسة بعد 2003 طبعا؟ أستاذ محمد، إحنا هاي المؤسسة العسكرية اللي هي سيطرت عليها ميليشيات وزعماء الميليشيات قيادات الأحزاب اللي من 2003 لحد الآن ما تمتلك الروح الوطنية أو القيادة أو الرتبة العسكرية أو المرسوم الجمهوري اللي هو الدولة اللي خصصتها إليه. هذا يعتبر كشيء يعني عامي عمله يمجد في التاريخ، راح يكتب عليه اسم التاريخ انه فلان قيادي او فلان ضابط او فلان كل يتخرج من عده. هذا يعتبر فتشي للعالم كله ولا احترامه ولا تأجيله ولا الى 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 يوم المناسبة اللي يحتفل به جميع الشعب العراقي. لكن للأسف ان يكون هيك منظمة وهيك مؤسسة عسكرية يدخلون على يعني صار الجيش العراقي من 2003 لحد الآن يقدمون فلوس ورشوات على المود يعني مجرد انه يستلم راتب، فهاي ما ممكن انه فتشي يعني يعتمد عليه الشعب. شكرا جزيلا أبو عمر، نعم وصلت الفكرة. أني أشكر حضرتك. معنا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، هي خربطة بخربطة، يعني أنت تشوف هسه هذا بالمرور من صعد صعود فوق وبرتفتك. نعم. يعني هسه قام يطبق هذا بالمرور أو قانون فوق الجميع. يعني ترى هاي مهزلة. هذا مو مال مرور، مو علمة الدولة هذا. هاي مال ناس إصابات، مال ناس ماكو ما يعني فيها. ترى هل يقدر هذا بالمرور نفسه اللي هسه طلع عضلاته على سائق التوك توك، يقدر يوقف رتل مخالف للسير يسير عكس الاتجاه تابع الى ميليشيا او مسؤول معين؟ يقدر يطبق عليهم نفس القانون؟ استاذ محمد، مو رتل، اذا سياره واحده تابعة للميليشيات سياره على قولتك حد ابوه يقدر يوقفها. مو رتل. نعم. الرتل خلينا نقول يجي يعني خلينا نقول راح يجي. طيب ماشي، سياره على قولتك، سياره او سياره احد ابناء المسؤولين او احد ابناء اللي عندهم ارتباطات بمسؤولين او غيرهم او المسنودين. لا ما نقول مسؤولين،
نقول احد اولاد الحراميه. يعني تقبل اليومين الحلبوسي من يقعدون باجتماع وناس تسب ناس وناس واحد يقول له مع احتراماتي لك ومع احتراماتي اللي يسمع حلقاتك الشريفه يقول له حط القنبله بحلقك. يم بالله بربك هذا مال قيادي يقود عراق. طيب سؤالي يعني سؤالي سيد ابو عبد الله، رايك بموضوع ادخال الحشد الى المؤسسه العسكريه العراقيه الرصينه المفروض لها تاريخها؟ نعم جاء عليها الزمن وبعض اللي جوي ويا الزمن بعد 2003 شوهوا صورتها وسمعتها، لكن تبقى اسمها المؤسسه العسكريه العراقيه، خرجت كبار الضباط وخرجت كبار الابطال. اليوم لما نشوف هذه الميليشيات اللي تعتدي على الجيش، اللي تشتم الجيش وقيادات الجيش وتضرب الضباط، وشفنا لقطات كثيره شلون ان هم يهينون رجال الامن من شرطه وجيش وغيرها، شنو دور يعني شنو الهدف من ادخالهم الى المؤسسه العسكريه؟ شو يريدون يوصلون بدمج الحشد؟ دمج الحشد مثل ما جاء هذاك القرد برايمر القذر من جاء وحل المؤسسه مال الجيش العراقي كلها. هذول جوي اذا اكو ناس واكو ضباط مواليه للعراق وقلبهم على العراق وعلى الشعب العراقي جو هذول يريدون هو خلاص شلون نهوى الزراعه ونهوى الصناعه ونهوى التدريس يريدون هون على هاي المؤسسه. وهذا الجيش العراقي عندك رؤساء دول تخرجت من الكليه العسكريه بالعراق واخذ شهادات من الكليه العسكريه بالعراق. نعم مثل ابسط شيء عندك ام عمر القذافي الشهاده مالته منين؟ من كليه تخرج. طيب علي عبد الله صالح يعني كبير قاده تخرجون من الكليه العسكريه. نعم هذول جو الدمار هاي الكليه العسكريه. شكرا جزيلا. نعم وصلت الفكره سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، اشكر حضرتك طبعا دائما باختصار حتى الوقت يكفي لبقية المتصلين. أحمد من الناصرية تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك أخويا مشكور على البرنامج. حياك الله أهلا وسهلا تفضل يا أحمد. على الميليشيات، الميليشيات مو كلها مو زينة. منو زين بهم؟ أكو بها مجاميع قاتلت داعش. نعم وحرروا العراق هم والجيش والشعب العراقي وياهم كليته. طيب بال2016 اعلن العبادي النصر على داعش، شنو الهدف من بقاء هذه الميليشيات؟ انا اقول لك هاي الميليشيات بعد ما تطلع مو اقوى من الدوله صارت. تمام، ليش صارت اقوى من الدوله؟ اقوى من لها دعم خارجي. تمام، اذا هل نقدر نوصفهم بانهم خوش ناس؟ هو ما تقدر توصفهم انت مو خوش ناس، بس السياسيين مو خوش ناس. طيب احنا اليوم من نشوف انه هذا العنصر اللي دا يقاتل ضمن هذه الميليشيا اللي هي الحشد من دا يرفع رايه الولاء لايران ويعلنوها صراحه، يقولوا نحن نقلد الولي الفقيه الامام خامنئي في ايران ومن هذا الكلام، ومن نسمع انه الاوامر تاتي مباشره تاتي مباشره من قياداتهم اللي هم هادي العامري، فالح الفياض، ابو الاء الولائي، وما اعرف منهم هذول، هاي الاسماء هاي الشله، ذول اللي يديرون هذه المؤسسات اللي يديرون هذه الميليشيات. سمعت بيوم امر رئيس وزراء هذه الميليشيات بامر معين ونفذوه؟ ما نفذوه وما صار اصلا هذا الموضوع. اذا ليش يريدون يدخلون الى المؤسسه العسكريه العراقيه؟ شوف انا خدمك بشي واحد. تفضل. انا كلمه عندي هاي راح احكيها بس مو بقصد عليكم، انا اول مره شيعي بس ايران ما اريدها ابد. نعم. ايران دمرت العراق. نعم. هذا. يعني هل يصح يا سيد احمد، هل يصح ان يتواجد في العراق؟ نعم نعم، بس سؤالي، هل يصح اذا ان يتواجد في العراق من يدينون بالولاء الى ايران ويحسبون نفسهم على العراقيين؟ لا 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 ما يصير، هو عراق ما يصير. نعم يصير ويا فقيه واي واحد. نعم انا اشكرك سيد احمد من الناصريه. دعونا نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من فقرات، ننتقل الان الى الانفوغرافيك. تمر على العراقيين هذه الايام الذكرى 32 للعدوان 30 الغاشم الذي قادته الولايات المتحدة على العراق، والذي بدأ فجر 17 من كانون الثاني من عام 1991
حيث أطلقت واشنطن بإدارة جورج بوش الأب ومعها لندن العنان لماكنتهما الحربية الظالمة ضمن ما عرفت بعاصفة الصحراء. شن غارات جوية وصاروخية مكثفة شملت كل المحافظات العراقية. في هذه المناسبة سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الضوء على هذا العدوان الغاشم لنشاهد. أعنف وأضخم هجوم جوي دولي شبه حينها بالصواعق الضخمة المتساقطة من السماء هو العدوان الذي شنته أكثر من 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من كل الجهات على العراق فيما عرف بحرب الخليج الثانية أو عملية عاصفة الصحراء كما تسميها أمريكا، متخذة في الظاهر اجتياح الكويت ذريعة للهجوم، أما باطنه فهو رغبة أمريكية صهيونية بتحييد العراق عن معادلة الصراع العربي الصهيوني. فجر 17 من كانون الثاني عام 1991 بدأ الهجوم الجوي على نطاق غير مسبوق بمشاركة أكثر من 2000 طائرة مقاتلة كأكبر غارة جوية في التاريخ وفقاً لخبراء بريطانيين، وأطلق من السفن الأمريكية أكثر من 100 من صواريخ توماهوك التي تستخدم لأول مرة في الحرب، ونفذت 1300 طلعة جوية خلال 24 ساعة الأولى استهدفت كل المحافظات العراقية ولم تستثني هدفاً مدنياً ولا عسكرياً. الجسور والمستشفيات وحتى المدارس كانت عرضة لصواريخ التحالف، وكان الأبرز دموية قصف ملجأ العامري المدني في بغداد والذي راح ضحيته أكثر من 400 إنسان أغلبهم من النساء والأطفال. وبعد 40 يوماً على الغارات الجوية بدأت حشود التحالف بالتقدم صوب الأراضي العراقية حينها واجهت مقاومة شرسة من الجيش العراقي في معركة الناصرية الشهيرة، ثم أعلن بعدها وقف لإطلاق النار. الرد العسكري العراقي المفاجئ بدأ في اليوم التالي لعدوان التحالف وتضمن 39 هجوماً صاروخياً انطلاقاً من غرب العراق باتجاه أهداف داخل الكيان الصهيوني الذي لم يكشف عن خسائره في تلك الهجمات إلا بعد عقود من التكتم، معترفاً بسقوط نحو 14 قتيلاً وإصابة العشرات. الدور المحوري الذي لعبه الجيش العراقي في الصراع العربي الصهيوني ما زال حاضراً في الذاكرة، فقد قدم العشرات من الشهداء بين صفوفه في أول حرب عام 1948 وما تلاها، وهو ما تشهد عليه مقابر الجنود العراقيين الشهداء في فلسطين. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. طالب خريجو كليات العلوم بتخصيص درجات وظيفية لهم ضمن تعيينهم في موازنة العام الجديد، وناشد الخريجون الحكومة بالنظر لقضيتهم كونهم من خريجي المجموعة الطبية التي يفترض أن يجري تعيينهم أو تعيين خريجيها مركزيا كما يؤكدون. تفاعل الخريجون مع وسم إنصاف العلوم يا وزير صحة الذي اخترنا لحضراتكم مجموعة من تغريداته. أحمد سامي يقول: العلوميون ظلموا كثيرا، يجب إنصافهم أسوة بإخوتهم من باقي الاختصاصات. في تغريدة من رسل تقول: مطلبنا تعيين جميع العلوميين العاطلين عن العمل. أحمد يقول: نطالب بدرجات كافية لتعيين جميع العلوميين العاطلين عن العمل أسوة ببقية الفئات في موازنة 2023. غيث يقول: إنصاف العلوم يا وزير صحة، معقولة ماكو شريف يوقف ويا هاي الشريحة المظلومة؟ سويت حل لكل الشرائح إلا العلوم ما حد يمها. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.